مرحبا برج العقرب، أهلا فيكم في قراءتكم. أول شيء ننظر إلى الناحية العملية من حياتك، المشاريع والوظيفة. عندك 7 الأغصان، شنو قاعد تحاول تخترق؟ ما أشوفك هني تدافع، لأن هذا الكرت دائما 7 الأغصان يعني أنك تدافع عن شيء مهم بالنسبة لك، ولكن أشوفها طاقة تحاول تفتح باب جديد لنفسك من ناحية الوظيفة أو المشروع، دخل إضافي. مجموعة، يمكن في مجموعة هني منافسين أو ممكن زملاء حتى عمل متعودين يكونون يعملون فقط في هاي المجموعة، ما يبون يشركونك معاهم أنت، أو يمكن حتى ما يثقون فيك، يبون تظل المجموعة على نفس العدد نفس الأشخاص. فأشوفك هني تحاول أن تخترق الصفوف الإمامية لمجموعة أشخاص تشوفهم أن عندهم دخل مرتاحين، فتحاول تكون جزء من هاي المجموعة أو المشروع هذا. وراه السيف الصغير، هم كأن ما عندهم ثقة بالقادمين الجدد. ممكن أنك دخلت مجال جديد، استثمرت فيه، سويت بزنس، ولكن تأتيك التحديات من حيث لا تتوقع. هني أشوف التحديات مو من الزبائن ومو من المدراء، من زملاء العمل. زملاء العمل كأنما ما يثقون فيك أو ما يبون ينضم أحد جديد لمجموعتهم، فعندهم طاقة شوية الشك، الريبة، وأيضا طاقة إحنا ما عندنا، مو فاتحين باب لاستقبال أشخاص جديدين. ممكن أنك مثلا فتحت مطعم، خلنا نفرض أنك فتحت مطعم. كل المطاعم اللي موجودين بالمنطقة أصدقاء ومعرفة مع بعض، علاقتهم طيبة، فأنت كأنما تحاول أنك تدخل إلى هاي الكلاب، تكون جزء منهم، تستفيد من خبراتهم. وهم يقولون لك لا انت قادم جديد وما نبيك تدخل معنا. وراها 10 السيوف، مهما كان اسلوبك هني اللي قاعد، او السياسة اللي قاعد تتبعها مع هاي الناس، الرسالة لك في الناحية العملية ان لا تضع كل اهتمامك، لا تضع كل طاقتك، كل تركيزك على هاي المجموعة هذه، لأن الناس مو آخر الدنيا، سواء كانوا كاستمر، زبائن، أو حتى منافسين لك في السوق أو زملاء عمل. الحياة ما تتوقف عن شخص معين، الحياة ما تتوقف عن مجموعة أو تجمع. يمكن حتى أنك تحاول تنضم إلى نقابة محامين، نقابة تجار من نوع معين، فالحياة ما توقف عليهم. في طرق أخرى أنك تكون قوي لوحدك، أنك تنضم إلى مجموعة أخرى، مجموعة يمكن يشوفونك كتهديد، فدام أن هاي المجموعة رفضتك مو آخر الدنيا، تستطيع أنك تكون قوي في مجالك بروحك. هذه هي الرسالة لك. 10 سيوف يقول لك ترى مو هذا هو نهاية الطريق، هذا نهاية الطريق مع هذين الناس للحين قاعدين يصدونك، ولكن بشكل عام في مسيرتك العملية، في بزنسك، في حياتك اللي تخص الأموال، مو هذين الأشخاص تحطهم بس أمامك الهدف وهذه هي الطريقة الوحيدة، لا. زين، خلينا نشوف الجانب المالي من حياتك خلال هذا الشهر، أو على الأقل ما تبقى من هاي الشهر. عندنا الكوب الأول، وراه 4، شوف مرتبطين ببعض، شنو قلت لك هني؟ وراء 4 الخماسيات، قدرتك على عدم النظرة، ما قاعد تشوف إلا هاي الأشخاص، ما قاعد تشوف إلا هاي النظرة. مثلا برج العقرب يعمل في شركة توريد، فهو مصر يدخل هذا المجال، أو مصر يدخل مع هذين الناس في شراكة، في منافسة، ما تتوقف الحياة عندهم. حياتك المالية قاعدة أيضا تعكس هذا الجانب، 4 الخماسيات. هني ملك الأكواب ولكن معكوس، لما يكون معكوس طاقته مختلفة شوي. الفرص أمامك، ولكن أنت قاعد تحط جهودك، قاعد تصب اهتمامك، مركز فقط على اللي ما تقدر تحصله. إنزين، ليش هني الرسالة لك؟ ليش ما تركز على الجانب اللي تقدر تحصله؟ أموالك فيها مع هاي الأشخاص، حتى أنت نموك الشخصي مو بس في الأموال، نموك الشخصي مع هاي المجموعة مو في صالحك، يتوقف عند هذا الحد. ما راح تقدر تنمو معاهم كمستثمر، كموظف، تصل إلى مناصب لما يكونون هذين، حتى وإن شفت أنت أن صحبتهم زينة، لا أبدا، معاهم أنت ما تنمو. لذلك أنت محتاج، لذلك هذا الملك طلع كرته معكوس،
انت قاعد تنظر، نظرتك صحيحة، طموحك صحيح، ولكن توجيهك شوية غلط. خلال هذا الشهر عندك فرص، عندك فرص أموال. هني أشوفها هدية أكثر، هدية، أحد يغطي عنك تكاليف أو مصاريف. إنزين، أنت لفترة طويلة يمكن كبرت بالعمر، وصل لك فترة طويلة تنجز شيء، تحاول تنجز هدف معين. إنزين، تسدد شيء، تسدد دين، ما كنت تقدر، دائما كان يصير عندك تعثر. في شخص أو جهة راح يسددون عنك هذا الدين ويساعدونك إن أنت شوية تتحرر. فأحرص أنه لما تطلع من هاي من المديونية، أو لما تأتيك هاي الفرصة والأموال، الهدية، العطية، نشوف هني عطية مثل المنحة، الكوب الأول راح يعطونك أحد منحة، منحة فيها الكثير من الشيء اللي أنت تحتاجه. أنت محتاج هذه الأموال تسدد عنك، ومحتاج هاي الأموال تأتيك في الوقت المناسب، ولكن أحسن التصرف، لأن هاي الملك معكوس. إنزين، خلنا نشوف جانب الدراسة يا برج العقرب. عندنا ثلاث الأكواب، احتفال، سبع الخماسيات، راح تضطر انك تؤجل الاحتفال، وملك السيوف. كأنما قاعدة هني اتواصل مع شخص من برج العقرب، كان حاط في باله مثلا اني راح اتخرج هذه السنة او السنة اللي بعدها، وايد كان محدد بالضبط متى يبي يتخرج على الخطة القديمة، على خطة مثلا اني كل كورس اخذ كذا مادة. راح يكون في رقم السبعة، خصوصا سبع الخماسيات، في تأجيل، تأخير، ولكن دائما احنا نقول كل تأخيرة فيها خيرة. يمكن خلال هذا الصيف، النصيحة لك، او الصيف اللي بعده، ان في هني ثلاث مواد زيادة، ثلاث مواد زيادة هم اللي راح يعيقون، لان عندنا رقم الثلاثة، ثلاث مواد زيادة هم اللي راح يعيقون تخرجك في الوقت اللي انت حاطه في بالك. فحاول انك تضغطهم، اما انك تاخذهم في الصيف بروحهم، انزين، او انك تضغطهم خلال الفصل الدراسي. انت ادرى بمصلحه نفسك، رتب امورك، لانه وان كان في تاخير في موعد التخرج يا برج العقرب، ولكن كل تاخيره، مو قلت لك كل تاخيره فيها خيره، لان لما تتخرج راح تتخرج كمستوى ملك. انا ما اتكلم ملك كتفوق هني، لا، مو التفوق، ما قاعد أتكلم عن برج عقرب يحصل على التفوق، شيء أهم حتى من التفوق. وايد متفوقين بعدين ما يأدون زين في السلم الوظيفي، ما يحصلون وظيفة زينة، أو ما ينجحون حتى كتجار، لأن اعتمدوا فقط على الجانب النظري. أنت هني لما تتخرج راح تكون أكثر خبرة، الملوك أصحاب الخبرة أكثر خبرة، ولكن راح يكون نوع الخبرة العملية، العملية راح تحتك بناس عقليتهم شوي منفتحة. دائما الأشخاص، وإحنا تربينا على مبدأ يقول لنا تفوقوا في الدراسة وبعدين كل أحلامكم راح تصير طوع أمركم، وهذه أكبر كذبة كذبها علينا المجتمع والأهل. التفوق ما هو إلا يفتح أمامك باب، فقط أول باب، وبعدين كل الأبواب اللي أمامك أنت تضطر حالك، حال اللي مو متفوق، تفتحها. فقط ميزة واحدة فقط تحصل من التفوق هني، أشوفك كأنما النصيحة لك، ولا تأخذوني بشكل حرفي، ولكن نصيحة لك إن الخبرة، التدريب، خذ أكثر لما تتخرج، ولكن التدريب، ركز على التدريب، إنك خلال الصيف تتدرب، خلال الصيف تتدرب، تدرس وأيضا تتدرب، عشان ما تتخرج إلا إنك عندك خبرة، أصير الطلب عليك. لأن دائما لما يكونون حديثين التخرج يطلبون منهم الجهات الأخرى أو حتى الشركات أن يكون عندهم خبرة عمل. هذه هي النصيحة القوية لك يا طالب علم برج العقرب. إنزين، خلينا نشوف الرسائل القادمة، ما راح تكون موجهة للكل. أنا عندنا هني رسائل تخص الأشخاص اللي ينتظرون خبر بخصوص الهجرة، عندنا هني رسائل الصحية فقط حق الأشخاص اللي يحسون عندهم مشاكل، وآخر جانب القانوني، الناس اللي عندهم أشياء في المحاكم. خلنا نشوف هني جانب الهجرة يا برج العقرب. عندنا السيف الأول، راح تحصل أكثر من رفض، هو رفض ولكن صد، صد قوي، لأن السيف الأول شيء يقطع عليك الأمل، يعني شيء يقول لك مستحيل، ما في أمل أن أنت تحصل على يوافق على طلبك للهجرة بهاي الطريقة. انغلق باب، تنفتح لك نافذة. خلنا نشوف شنو النافذة اللي تنفتح لك. ثمان الأغصان، ولكن حسب اللي أتذكر أن هاي الكرت طلع مقلوب،
الغصنين سوري. هني كأنما أحسك يا برج العقرب، أنت من الأبراج اللي وايد ذكية، كنت مستثمر كل، على قولتهم لا تضع كل بيضك في سلة واحدة، كنت مستثمر وحاط كل اهتمامك ومؤمن ان طلب الهجرة راح يوافق عليه بالطريقة للبلد اللي انت بيه وبالطريقة اللي انت كنت متوقعها. توقعاتك هي اللي راح تخيب. انا مو قاعدة انك ما راح تحس، ما قاعدة اقول انك ما راح تحصل الموافقة، ولكن قلت لك ينغلق الباب اللي يأتيك من الرفض، ينفتح باب ثاني، باب اسمه خيارات اخرى. دائما لما نطلب الهجرة الاقامة الدائمة في كذا طريقة، في كذا تصنيف، وفي كذا دولة، في دولة معينة تقول لك لا، دولة ثانية تفتح أبوابها وتستقبلك وتسمع حتى قصتك، ليش أنت محتاج للهجرة، ليش أنت مرشح جيد. لازم هني تراويهم ليش أنت مرشح جيد، ولكن محتاج أنك تغير الاستراتيجية، تغير حتى نوع الفيزا أو التقديم اللي قاعد تقدمه. سوري، التقديم أيضا اللي قاعد تقدمه، قاعد هني أشوف تغيير ما بين دولة إلى دولة عكسها، عكس قاعد أحس عكس. إذا أنت مقدم على دولة في الغرب، دولة اللي المفروض تستقبلك وراح تشوف، حتى لو كانت دولة أقل منها مستوى، لكن أحس إن فيها خير أكثر. أنت مقدم على دولة فوق، تأتيك دولة في الجنوب، شمال إلى جنوب. مقدم على دولة في الغرب، راح يأتيك، لو قدمت على دولة في الشرق، هني راح تأتيك الموافقة. عندك خيارات، لكن أنت محتاج إن تنظر لها بعين الاعتبار، وما تكون فقط فيكسيتد أو مصمم على أنه لازم مثلا الدولة الفلانية أو لازم الطريقة الفلانية. خلنا نشوف يا برج العقرب جانب الصحة، ثلاث الأكواب. قاعد أشوف هني شيء يخص الضغط أو الأملاح، احتباس السوائل في الجسم أيضا. عشر الخماسيات، كثرة الحبوب مو هي الحل لمشكلتك يا برج العقرب. شنو الحل؟ تسع الأكواب، التغيير الجذري في أسلوب حياتك، إن أنت هني مضطر تتخلى عن شيء تحب تاكله أو تقلل منه لدرجة كبيرة، أو حتى إذا جيت تاكله تحاسب. يمكنك عندك نقرص ما تقدر وايد على اللحم، عندك كوليسترول ما تقدر وايد على أكلات معينة فيها دهن، الروبيان زايد عندك شيء، زايد عندك شيء. الأدوية اللي دائما متعود أن الطبيب يوصفها لك مو هي الحل، ما عادت تكفي، ما عادت تقدر تستوعب الزيادة اللي عندك في جسمك. الأكثر من الأدوية مو هو الحل، الحل هو التغيير الجذري في أسلوب حياتك. برج العقرب، آخر شيء الجانب القانوني. عندنا الخماسي الصغير ولكن معكوس، بما معناه إذا عندك أمور تنتظر أن يوافقون على طلبك أو يوافقون على تسوية، الطرف الثاني كأنما يطالبك بأموال، لأن عندنا هني الخماسي، أهما اللي لهم يمكن حق، أو أهما ما بقولك لهم حق، أهما اللي القانون يميل إلى صالحهم. طبيعة القانون مثلا في بعض الدول أن الأم مثلا لما تتزوج الحضانة تروح للأبو، بغض النظر هذا حق أو لا، هذا صح أو لا، هذه طبيعة القانون. طبيعة القانون في وضعك أنت قاعدة تميل، كل ما لها تميل زيادة في كف الخصم، والخصم أيضا ما قاعد يقبل أو ما راح يقبل التسوية، ما راح يقبل القصة اللي خلاص أنا مثلا متأخر في الدفعات، أنا غلطت في شيء وحين راح أعوضكم، أنا متأخر في سداد الدين حين راح أبتدي أقصة أموالكم، لأن هاي الطرف قاعد يقول إحنا انتظرنا وايد وتحملنا منك وايد زين، فحين ما راح يقبلون أنصاف الحلول، مو مستعدين أبدا، مو فاتحين الباب للمساومة. المساومة من الأمور اللي يبدع فيها برج العقرب، ولكن خصمك في هذه الحالة أبدا راح تتعب نفسك وتحاول معاه على الفاضي، لأن هو صاد عنك أو مستحيل بالنسبة للمساومة أو أنصاف الحلول. شنو اللي راح يصير؟ احتمال. ست الخماسيات، ست الخماسيات الصورة الأصلية لها الإنسان الغني اللي فيها قاعد يعتلى شخصين، كأنما أحس هني أنك راح تضطر مو بس تدفع دينك الأصلي أو ترجع حق هذين الأشخاص، لا، راح تضطر أنك تدفعه بطريقة مضاعفة.
يعني لو كان مثلا في فوائد على القرض راح يصير في إعادة جدولة وتتدبل عليك تتدبل عليك الفوائد تتضاعف عليك، بالإضافة إنك تضطر تتحمل هني مصاريف المحامين وايد وايد، كل شيء راح يجتمع عليك أنت، وصير في تدبيل مضاعفة في إيش كثر أنت تدفع لهم. أوكي، طبعا هاي رسالة ما راح تكون حق الكل. وخذ الحين ننتقل إلى الجانب العاطفي، راح أقرأ لكم فال شعر، سواء أنتم منفصلين أو عزاب خذوه بالطريقة اللي تحسونها أو غيروه باللي تحسونه يناسب وضعكم العاطفي. ممكن يكون عندك شريك، ممكن ما يكون عندك شريك، ممكن يكون شخص خلاص انتقلت إلى جزء جديد من حياتك، ممكن تكون لا بانتظار شخص من الماضي يرجع لك. بغض النظر خلنا نشوف. يقول لك رأيت في منام حلو أن الكأس كان في يدي فعبرت الرؤية فكان أمرها موكولا إلى حسن طالعي وسعدي. يعني أشوف برج العقرب مر عليه شخص تمناه من زمان، أمنية كانت في خاطره يا ليت هذا الشخص يكون معاي، يكون في حياتي. شنو الأغنية مالت ماجد الرومي؟ كن صديقي أو أصبح حبيبي، ما أدري شيء كذي. أنت هني تمنيت في خاطرك في قلبك أن هذا الشخص الجميل الحلو خفيف اللي الكل يهتم فيه، الكل تشوف هني أنظارهم تروح عليه لما هو يمشي في الطريق، تمنيته لنفسك. لقد تحملت الغصص والآلام 40 عاما طويلة. بما معنى أشوفك يا برج العقرب، هذا شخص من أيام الطفولة، من أيام المراهقة، من أيام توك تلتفت لشيء في حياتك اسمه حب، اسمه مشاعر، توها مبتدية تطلع عندك هاي المشاعر، ومضى وقت طويل لحد إن ما يمكن صار نادرا ما يأتي هذا الشخص في بالك. حب مراهقة، حب طفولة، شيء كذي بعيد، 40 سنة بما معنى بعد الوقت، بعد الوقت اللي الحين انت فيه الحين يا برج العقرب. ومتى كانت امنيتك، متى تمنيت هذا الشخص؟ ولكن تدبير امري كان في النهاية على يد الشراب الذي له من العمر عامان. شفت شلون؟ يعني انت منتظر 40 عام، عندك كان فترة طويلة مريت فيها برج العقرب يريد الشخص الفلاني، يحب الشخص الفلاني، ولكن الشخص الفلاني كأنما حلم جميل بالنسبة له، ما يدري عنه، ما يحس فيه. هذا الشخص الثاني ما يحس فيك، ما يدري عنك، انت تحس كذي انه هو اصلا ما التفت لك. الموضوع طول بينكم ومضى وقت طويل وخلاص ونسيته وفقدت الامل وذهبت ايضا انت في حياتك، وبعدين تدبير امري كان في النهاية على يد الشراب الذي له من العمر عامان. في لحظة كأنما الله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا ان يقوله كن فيكون، واللي من نصيبك تاخذه. فلأن من نصيبك هذا الشخص، فبسرعة ما بين أهو كان حب مراهقة أو حب طفولة أو حب بعيد، حب عبر في حياتنا، بسرعة يرد يرجع، بسرعة الأمور تمشي وتتحرك بيننا، تتطور حتى سرعة التطور بينكم. إنزين، وكانت نافجة المراد التي طالما تمنيتها من حظي السعيد مختبئة في هذه الطيات الملتفة من شعر هذه الدمية ذات الذئابة السوداء. هني أشوف في احتمالين، احتمال أن هذا الشخص شعر جدا أسود أو جدا مختلف عن السواد، ممكن يكون جدا أشقر مختلف عنك، ممكن العكس، كان ما أحس أن العكس هو شعر بني أو أفتح عن شعرك أسود يا برج العقرب أو العكس. إنزين، كان في شيء دائما نتكلم عن العقد اللي تكون في عقدة، يعني شيء الله عاقده سبحانه وتعالى ما بين الظروف، الوقت، الزمان يكون مو مناسب، وقت اللي نتمنى الأمنية يكون في عقدة، الوقت مو مناسب الحين لارتباطنا، ولكن بعد تشوف زمن ما أنت خلاص استسلم تنفج هاي العقدة. إنزين، فلما جاء هو بعد كأنما هذا الشخص كان على عينه مثل الغشاوة بحيث أنه ما انتبه لك، ما لاحظك في ذلك الوقت، ولكن الحين انفجت العقدة. فلما جاء وقت السحر انتفض عني غبار الحزن. وقت السحر هو متى؟ وقت ما بعد منتصف الليل، لما تأخر الوقت
ومضى على صارت قصه قديمه، قصه قديمه اللي بينكم استسلمت انت بخصوصها. هني انتفض عني غبار الحزن، هني قامت تاتيك بشارات ودلالات انه بالعكس يمكن هذا الشخص يكون ينتظرك او يتوقع قدومك، ممكن يكون يفكر فيك، ممكن يكون بينكم طريق، لان انت توقعت مثلا من زمان خلاص انه راح يرتبط، لحد الان ما ارتبط. وساعدني حظي فكانت الخمر في كاسي. الحظ هني بما معنى، شوف الترتيب من الله سبحانه وتعالى. انا ما اؤمن بشيء اسمه حظ كثر ما انه رزق، رزق من الله. الحين رزقك انكتب لك. فكانت الخمر في راسي، سوري في كاسي. دائما لو احد راح يصب لنا قهوه او شايف فنجاننا في الكاس، لازم يكون في فعل صح قبل ما نشوف ان فنجاننا امتلى، صح ولا لا؟ ولكن لما تنظر تشوف الحين الكاس فاضي ومرة واحدة صار مليان، لأن هني على طول يقول لك فكانت الشيء، على طول صار مضارع ما بين ماضي، صار مضارع. فكانت الخمرة في كأسي، سوري، الشيء كان من الماضي على طول صار مضارع، أصبح بين كذي يوم وليلة. على وشك أن تتبدل الأمور في حياتك يا برج العقرب إلى الأفضل. وما زلت أستنزف دماء قلبي على أبواب الحانة، وكان هذا نصيبي المقدر لي على مائدة القدر. هني كأنما أنت سعيد وحزين. نكتة لطيفة. شنو هي النكتة؟ أن أنا لما كنت أستنزف دماء قلبي، لما كنت أتمنى وأدعي ودايخة مثلا، أيضا دايخ وهايم في حب شخص معين، كان هذا الشخص ما يدري عني ولا مقبل علي ولا حتى أشوف إنه في طريق بيني وبينه. ولكن بعد فترة من الزمان، عقب ما طاف وقت طويل جدا، اكتشفت إن هاي أوريدي هذا الشخص، قمت أحس إن هذا أصلا نصيبي. تلاقت الطرق الحين، أو على وشك أن تتلاقى الطرق. يعني كأنما قاعد تدعي إن مثلا الوظيفة تكون هذه مثلا، او الشخص هذا يكون من نصيبك، وتدعي وتتعب نفسك. ولكن الشيء المضحك اللي يمكن الله سبحانه وتعالى هو مقدر لك، ان هذا الشخص اوريدي من نصيبك بدون ما انت كنت تدري. هذا هو الجانب المضحك، ان انت استنزفت قلبك لانك ما كنت تدري. انزين. ومن لم يزرع الحب ولم يقطف وردة الجمال، كان حارسا لزهرات اللعل في طريق الرياح الثارية. هذا الشخص، هذا الحب، هاي الفرصة مع هاي الشخص قادمة في طريقك. انت زرعت. متى احنا نزرع في الحب؟ نزرع لما ننظر لشخص ونتمناه. هذه عملية الزرع. متى عملية القطف او الحصاد، خلينا نقول، متى نحصد ثمار نتائج ان انا مثلا برج العقرب، انا الشخص من برج الفلاني، صار لي وايد تعبان، صار لي وايد اتمنى، عمري ما توفقت في حياتي العاطفية. وقت الحصاد حان، سواء أنت مصدق مو مصدق، منفتح تريد ترتبط ما تريد ترتبط، الحين وقت الحصاد. شوف الأشياء مواسم، في موسم لزراعة العنب والبرتقال، في موسم لحصاده، وكل فاكهة تختلف. هني كأنما في وقت، في 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 زمان محدد راح يكون في موسم تقدر تحصد فيه، تقدر تقوم بغارات، تقدر تقوم بمبادرات، تقطف. الشيء موجود عشانك، الوردة موجودة، ولكن أنت مضطر أنك، أو لازم على الأقل أنت اللي تقطفها. دائما أقول في القراءات، الرزق موجود، الطاقة موجودة، لازم أنت اللي تقطف، أنت اللي على الأقل تقوم بأدنى جهد وتحصد. لأن إذا ما حصدت الحين، إذا ظليت تقول لا مستحيل وأنا يائس وما عندي أمل وما أصدق، يقول لك كان حارسا لزهرات اللعل في طريق الرياح الذارية. إذا أنت ما حصدت، غيرك راح يحصد، وإن كان رياح، إن كان شخص مو ذا أهمية، أو شخص مو هو اللي مقدر له. القسمة كانت أساساً رايحة لك أنت، ولكن أنت قلت لا ما أصدق، فراح تروح لك شخص ثاني. يعني كأنما هني المطلوب منك مو أنت تروح تقول أنا أحبك وأبيك، ولكن على الأقل لما أشوف هني في بادرة راح تأتي من طرف هذا الشخص، الشيء هو راح يأتي في طريقك، مو أنت اللي لازم تقوم ببادرة، لا، الشيء، الشخص
هم اللي راح يأتون في طريقك أهل هذا الشخص، يمكن حتى يبينون لك أنه نريدك حق فلان. إذا أنت هني صديت أو تأففت أو قلت لا أو قلت مستحيل الحين، هني راح يذهب هذا الشخص إلى شخص إلى طريق ثاني، طريق بعيد عنك. يعني خسارة كأنما خسارة، إن أنت اللي زرعت من سنين وشخص ثاني يحصد. وفي وقت الصباح اتفق لي العبور بأطراف الروضة، وكان طائر السحر مشغولا بالتأوه والصياح. الحين لما هذا الشخص حين لما كتب لك الحب يا برج العقرب، كأنما انصرت مثل طائر السحر اللي مشغول بندب حظك وبالصياح وباليأس بالأسطوانة السلبية اللي تظل تكررها على نفسك بفقدان الأمل. فسمعنا أشعار حافظ الشيقة في مدح المليك، فكان البيت الواحد منها خيرا من 100 رسالة. هذا الشخص قليل الكلام أو قليل التعبير عن مشاعره، ولكن لما يعبر مثل القطارة بالقطارة، ولكن لما يعبر يكون نظرة واحدة، ابتسامة واحدة من وجهه تجاهك أنت كفيلة بأن تبث الروح في نفسك اليائسة هني، تغيير وضعك أنت. بس على الأقل تقبل أن الباب ينفتح، كن منفتحا من أجل الحب على الأقل يا برج العقرب. ذلك المليك آخر بيت، ذلك المليك العنيف في حملاته، بحيث تصبح الشمس القابضة على الأسد أقل من الغزالة أمامه في يوم الطعن والنزال. هذا الشخص اللي أنت لطالما، أو هاي العلاقة اللي أنت، مو شرط فقط شخص أو علاقة، خلينا نقول وضعك العاطفي العام، وضعك العاطفي العام اللي أنت كنت يائس منه أو مستصعب، لأن تقول أنا دائما برج العقرب الشخص اللي أتمنى يكون صعب المنال أو يكون في يد شخص آخر، لأن ما هني حتى قاعدة أشوف برج عقرب تمنى شخص، هذا الشخص كان مرتبط بشخص تاني لما تمنى برج العقرب، الحين انفتح الطريق بينك وبين هذا الشخص، والطرف الثالث انسحب أو على وشك أن ينتهي من حياته. حتى الأطراف الثالثة أشوفها هني قاعدة تروح، كل شيء قاعد يتشكل لمصلحتك أنت. إنزين، لأن تشوف الشمس القابضة على الأسد أقل من الغزالة أمامه، الشيء جدا سهل، الشيء جدا متاح، الطريق أمامك. يعني ما في، مو بعد الحرب دائما تأتي غنيمة، وقت الغنائم، وقت انتشال الغنائم، ما في أحد ينافسك في ساحة المعركة أن يأخذ هاي الغنيمة، ما في حتى منافسين حاليا، فما أفضل التوقيت وما أفضل الفرصة القادمة في طريقك عزيزي برج العقرب.